جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: في يوم الأربعاء أحرمنا من آثار علي وذهبنا إلى مكة بأداء العمرة، وأقمنا في مكة يومين، وبعد صلاة الظهر يوم الجمعة في مكة جمعنا وقصرنا صلاة العصر على أساس أننا مسافرين بعد صلاة مباشرة إلى المدينة، فهل هذه الصلاة صحيحة؟ علما بأنه قد أفتانا أحد طلبة العلم وقال لا يجوز ويجب عليكم صلاة العصر في وقتها، هل يجب علينا ما أم أن ما فعلناه صحيح؟ جزاكم الله خيرا. نعم، ما أفتاكم به طالب العلم هو الصحيح وهو الواجب، ولا يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة لأنها ليست من جنسها، وقد نص على هذا أهل العلم وبينوا أنه لا يجوز صلاة العصر بعد صلاة الجمعة جمعا لا للمسافر ولا لغيره لأنها ليست من جنسها، فما فعلتموه خطأ وعليكم إعادة صلاة العصر لأن تصلوها 4 ركعات إذا كنتم غير مسافرين، يعني انتهى السفر الذي أنتم فيه فإنكم وأقمتم ووصلتم إلى بلدكم فإنكم تقضون الصلاة التي حصل الخلل فيها وقت السفر تقضونها في الحضر تامة، تقضونها تامة غير مقصورة، فيجب عليكم قضاء صلاة العصر تامة 4 ركعات ما دام أن سفركم قد انتهى. نعم.